انا اسمي محمد. طول عمري كان نفسي ادافع عن صحابي، ويوم ما دافعت عن واحد منهم حكم عليا ب30 سنة السجن. ليه؟ قولي ليه؟ كان يومها صاحبي مروح من الدرس، طلع عليه 3 حرامية قلبوا اللي في جيبه كله. بعد كده قتلوه وانا شفتهم هما بيقتلوه. صممت اني اجي اخدهم من ايديه واجري بيه. قتلت واحد فيهم، الاتنين التانيين مسكوني وخبوا الحاجات اللي معاهم وطلعوني على اقرب قسم. حكموا عليا ب30 سنة عشان انا كنت بدافع عن صاحبي. طب هو فين صاحبي؟ عارفين؟ انا كل ليلة بقضيها في السجن، بتألم فيها يوم وزيادة. غلطتي اللي دافع عن صاحبي. حكم عليا 30 سنة سجن والقاضي بيقولها بفرح. محمد حمدي محمود سالم ب30 سنة سجن. حلو أوي، حلو أوي. كان ناقص كمان يحكم عليا بحبل المشرقة. ايه يعني قتلت؟ بس بحكمك انت هقتل مرة والتانية والتالتة واللي عندك سمعني؟ واللي عندك اعمله. حكم عليا عشان قتلت واحد حرامي كان بيسرق صاحبي، لكن جزاتي اني ادافع عن صاحبي. وانا بايدي ان انا اعمل كل حاجة، كل حاجة. دي كانت نهاية.